طيب دكتور، هذا شنو اللي خلى اول ما اعلنت عن حركه وعي كانت وياك اسماء مهمه هسه على مستوى المشاهير الاعلاميين، الناس اللي تعمل وكانت موجوده في تشرين، حركه وعي واحده من نتاجات تشرين، ليش طلعوا علي وجيه، طه ابو رغيف، ربيع نادر، ما اعرف ختام الغراوي بعده وياك لولا؟ لا، علي 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 وجيه، عفوا، طه ابو الريف ما زال موجود عندنا، حامد السيد ما زال موجود عندنا، بعض الاعلاميين، بعضهم من البدايه يعني تم دعوته وكان له يعني دور في تشكيل حركه وعي وفي افكارها، ولكن هو ينتمي لاكثر من جهه، يعني ينتمي لاكثر من مفصل، ويخشى ان يفقد استقلاله، مو لانه هو ما مؤمن بحركه وعي وغيرها، لا، وايد شباب كانوا ويانا، ربيع نادر وحسام الحاج وعلي وجيه. هو احكي على المكتب السياسي. نعم، احكي على المكتب السياسي، كان مكتب سياسي مهم. نعم، ولا زال وما زال المكتب السياسي بهديل الموسوي اعلاميه مهمه ومؤثره، كانت في السومريه وفي غيرها مستوى عالي. نعم، وفي حامد السيد. ركز على الكوادر الاعلاميه اكثر، من يعني مع العلم انه مو كل الكوادر الاعلاميه قد يكون لها خبره سياسيه، وانت تريد تسوي ازاحه جيليه لازم تدخل بشباب فاهم وواعي مثل ميسر الشمري مثلا. نعم، عندنا شباب ممتازين بصراحه، يعني سواء في المكتب السياسي او في المكتب التنفيذي. انا اقصد على الجانب الاعلامي، ليش ركزت عليه؟ حتى يجيبون جمهور؟ الجانب الاعلامي بنجيب حسام الحاج وطه ابو رغيف. لا، في الحقيقه انا صوتك ما واضح عندي بالشكل الكافي. شباب عالجوا لنا الصوت. حتى اكمل الفكره، تفضل، حتى يصير لقاء مثمر. الاعلام، مو كل الاعلاميين ركزت عليهم، لا، ركزت على الاعلام السياسي، يعني الشخص الاعلامي اللي عنده بعد سياسي، اللي انا اشوفه انه ممكن في السياسه يقدم اكثر مما هو موجود في الاعلام. تلاحظ يعني ما ركزت على كل الاعلاميين، عشرات الاعلاميين والاعلاميات موجودين، لا، ما ركزت عليهم، ركزت فقط على اللي ممكن يقدم فد شيء ويمثل اضافه سواء لحركه وعي او حتى على مستوى العراق. وبالفعل يعني ما كنت مخطئ في اختيار بعض الشخصيات، ما زالت تقدم الشيء الكبير وعندها اهتمامات سياسيه ممتازه. الهدف انهم بالمرحله القادمه يمكنون بشكل وباخر لممارسه دورهم في سواء كان في السلطه التشريعيه او في السلطه التنفيذيه. وعندنا اعلاميين حاولوا يمارسون دور سياسي وبطلوا في الانتخابات، مثل الاخ احمد ملا طلال، مثل سجاف الغراوي، وهكذا هواي ناس، مثل وجيه ابو علي نفسه، وجيه عباس ايضا دخل وصار عضو مجلس نواب، انسجام دخلت وصارت عضو مجلس نواب. اذا بالنتيجه في السياسه لا تحتكر على فئه معينه او على شهاده معينه او على تخصص معين،